دائما وبالعاصمة تم ترحيل ما يقارب 1300 عائلة إلى مساكن جديدة ببلدية الهراوة بالريبة. سلمى جلابي. 1282 هو عدد العائلات التي تم ترحيلها إلى سكنات جديدة ببلدية هراوة بالريبة. الأحياء المعنية هي الأحياء المتواجدة بالمنطقة الشرقية للجزائر العاصمة، وهي مثلا حي الكاريير بمدينة هراوة اللي كان فيها أكثر من 400 عائلة، حي الروالي فيها 100 عائلة حوالي، شاليهات عين كحلة بهراوة، شاليهات مدغري برويبة، وكذا شاليهات حوري ببلدية برج البحري، وكذا حي شابو ببلدية برج البحري. فرحة عارمة عمت هذه السكنات بعد معاناة طويلة عاشها المستفيدون ببيوت قصديرية وشاليهات. أفطر والله يبارك، مش كيما كنت في الشالي كيما يقول لك كومان ستيديو. سيرة ميزار زوجة تاعي مرضت. سفرينا 10 سنين وحنا في الميزيري، واليوم الحمد لله كحب ربي سوسة حالنا اليوم. الحمد لله احنا كون زدنا ديك السمانة كراو لي شالي كرمت رابو علينا. وكيما يقول لك الطر خير بوتفليقة، إن شاء الله ربي يخليهولنا. السلطات القائمة جندت كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح العملية.